السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معادنا مع وصفة التخسيس السحرية، المعجزة العلمية يا جماعة، اكتشاف جديد للتخسيس. عارف ان العنوان ده جذاب جدا، وللأسف الشديد بعض الشركات التي تتعامل مع المنتجات الخاصة بالتخسيس بتستخدم مثل هذه العبارات الرنانة على التلفزيون وكمان من خلال الانترنت. عايز اقول لحضرتك ان منظمة الغذاء والدواء الامريكية الـ FDA في اكثر من منشور ليها حذرت الناس ان هم يتعاملوا او يشتروا مثل هذه المنتجات التي تستخدم العبارات اللي هي الكبيرة دي. المنتج ده سحر للتخسيس، المنتج ده معجزة علمية، المنتج ده جايبينه مش عارف من البلد الفلاني واكتشفوا كذا وكذا وكذا. مش بس كده يا جماعة، ده هي حللت اكتر من 100 منتج من هذه المنتجات ووجدت ان فيها هيدن كومبوننت، يعني بتحتوي في داخلها على بعض المركبات الخطرة، والمركبات دي مش متسجلة على العبوة من الداخل، فده نوع من انواع الخداع. طب ايه المشكلة كمان؟ المشكلة الخطيرة جدا يا جماعة ان المواد اللي هي مش مكتوبة بره دي مواد خطيرة جدا على صحة الانسان، بعضها له علاقة مباشرة بالسرطان زي مادة الفينول فيثالمين الموجودة في بعض المنتجات. لا، ده وجدوا كمان في بعض المنتجات مادة السيبيوترامين. المادة دي يا جماعة طبعا ليها مفعول السحر في التخسيس، لكن سنة 2010 تم حظرها من قبل منظمة الغذاء والدواء الأمريكية لأنها تسبب جلطات عند بعض الناس وتسبب مشاكل في القلب. للأسف بعض الشركات بتحطها في منتجاتها علشان تجيب نتيجة للتخسيس، ف حد يشتري هذا المنتج ويقول لك لا ده انا جبت حصل نتيجة ممتازة جدا وخسيت ومش عارف ايه. لكن يا جماعة العبرة ليست بالفاعلية فقط، لكن العبرة بالامان، ونحفظ الكلمتين دول، العبرة في الدواء بالفاعلية والامان، الفاعلية والامان وليس احدهما فقط، لابد من الاثنان معا. طيب يا دكتور، عايزين من حضرتك نصيحة سريعة كده في التخسيس. عايز اقول لحضرتك ان التخسيس يا جماعة دي ثقافة، لابد ان احنا نتعلم ازاي ناكل بطريقة صحيحة. لذلك يا رب اي حد من المسؤولين اسمعنا يا جماعة، نفسنا ان احنا نتعلم في المناهج بتاعتنا منذ الابتدائي لغاية الجامعة ازاي ناكل بطريقة صحية. ده هيوفر علينا فلوس كتير جدا، هتوفر فلوس لناس بيجي لها امراض كتيرة جدا بسبب زيادة الوزن، وبيكلف طبعا المجتمع بشكل عام فلوس كتيرة جدا. طيب من ضمن الحاجات برضو ان احنا نمارس رياضة. مش لازم حضرتك تروح الجيم، مش لازم حضرتك تخرجي بره البيت، ممكن حضرتك ببساطة جدا على حسب نمط حياتك تنزلي من على الانترنت او اليوتيوب بعض الحاجات اللي هي التمارين السهلة البسيطة. لو حضرتك تقدري تنط الحبل ما فيش مشكلة، لو صعب عليكي نشوف ايه الحاجات اللي بتزود حرق السعرات الحرارية، والموضوع مش صعب ان شاء الله. طيب يا دكتور، حضرتك جبت الكلام الخطير ده جدا منين؟ جبته من موقع الـ FDA، وهينزل اللينك قدام حضرتك حالا. اللي حابب يتأكد من صحة الكلام ده يا جماعة، بلاش التعامل مع المنتجات اللي بتقول لك هتخسسك بصورة سريعة جدا، والمنتجات دي كلها all natural والكلام اللي هو ده. وتابعونا على صفحة الصيدلي لمزيد من المعلومات، وتابعوا قناتنا على اليوتيوب مجدي فارس، وما تنساش تعمل سبسكرايب. ولو عندك اي سؤال اسألني على حسابي على الاسك الصيدلي او مجدي فارس، وما تنساش تعمل شير علشان اصدقائك يعرفوا ايه المعلومة المهمة دي. وتابعونا اكتر على صفحة الصيدلي واعمل لايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.